أظهرت نسخة من خطاب اطلعت عليه رويترز أن أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأعرب المسؤولون عن قلقهم ومدى إحباطهم من الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة.